وبينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف العميد علاء السعداني مدير التعاقدات في نادي حرس الحدود. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا النهارده في اخبار اون تايم من خلال شاشه التلفزيون اون تايم سبورتس. أكيد يا استاذ شيما، وشرف شرف عظيم ليا اللي اكون مع حضرتك. الله يخليك، ده من ذوق حضرتك طبعا. احنا في البدايه كده بنبارك لك على الوجود في الدوري المصري الممتاز مره ثانيه، الف مبروك اكيد لحرس الحدود، يعني اديتوا اداء رائع الموسم اللي فات، وطبعا هو ده اللي اسفر عن وجودكم في الموسم المقبل ان شاء الله في الدوري المصري الممتاز. عايز اتكلم بقى مع حضرتك عن الاستعدادات للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، هتكون عامله ازاي؟ والله يا حضرتك احنا الحمد لله بدأنا بدري شويه. الدوري الممتاز ده خلص يوم 6، فبدأنا من بدري شويه، وجبنا الكابتن احمد ايوب مدرب كبير وليه خبرات كبيره في الدوري المصري ومع منتخب مصر، وبدأنا نختار لعيبه وعملنا لجنه في الكوره، لجنه للكوره يعني لاختيار اللعيبه الجداد، والحمد لله الامور ماشيه كويس ومتشوقين جدا لبدايه الدوري. الحمد لله نادي حرس حدود جدا يعني ليه باع كبير في الدوري الممتاز، واللي خد نادي من الانديه القليله في مصر اللي خدت بطولات، فاحنا ان شاء الله باذن الله متشوقين جدا جدا للدوري يبدا، وان شاء الله نظهر بمظهر كويس باذن الله، اكيد ان شاء الله يعني يشرف المؤسسه العسكريه اللي احنا بننتمي ليها. اكيد ان شاء الله. خليني برضو اسال حضرتك، يعني بمنتهى الامانه اغلب الفرق اللي بتصعد من الممتاز للدوري المصري الممتاز دايما يعني بنشوف تغيير كامل وشامل، يمكن 90% من اللعيبه بيتغيروا، بنشوف كمان تغيير المدير الفني، دايما بيستعينوا بمديرين فنيين من الدوري المصري الممتاز عندهم خبره وباعه في الدوري المصري الممتاز. عايزين نتكلم بقى عن الصفقات اللي حضرتك عملتها في نادي حرس الحدود عشان تستعدوا للتواجد في الدوري المصري الممتاز. طبعا حضرتك يا استاذ شيما عارفه دلوقتي الدوري بقى صعب جدا، والارقام بقت عاليه جدا جدا, جداً يعني جداً. واحنا كمؤسسه ال 30 وال 40 وال 50 مليون ده رقم عادي جدا بنسمعه يعني دلوقتي. بالظبط، بقينا نسمع الارقام دي اللي هي يعني برضو مش طبيعيه فعلا. صحيح. وبالتالي فعلا احنا كمؤسسه عسكريه عندنا بادجت معين بنتحرك فيه. أكيد. في اطار الارقام اللي موجوده دلوقتي الموضوع كان صعب جدا جدا ان احنا نغري لعيبه ونجيب لعيبه تلعب عندنا، لكن الحمد لله احنا ابقينا على حوالي 11 12 لعيب من الممتاز بيه كانوا معانا. 11 12 لعيبه دول هم دول كانوا من القوام الاساسي اللي كنتوا تلعبوا بيهم الموسم اللي فات في الممتاز بيه. بالظبط كده بالظبط كده، وهم لعيبه كويسين جدا وان شاء الله يظهروا بمظهر كويس. وبدانا نقعد مع الكابتن ايوب ونشوف احتياجاته ايه من اللعيبه، ويعني لبينا ان شاء الله باذن الله 90% من رغباته لغايه دلوقتي. ولسه اللي احنا قدامنا شهر على الدوري، بقينا بعض المراكز البسيطه اللي احنا بندور فيها، لكن ان شاء الله باذن الله يعني بنامل ان احنا نظهر بمظهر كويس في ظل الصعوبه والصعوبات اللي بتواجه كل الفرق في مصر يعني، وخاصه بقى الفرق اللي زينا كده اللي ما عندهاش مبالغ ماليه كبيره يعني. صحيح. يمكن اخر الصفقات اللي تم التعاقد معاها بالفعل في نادي حرس الحدود مدافع مصطفى جمال، جبنا ده كابتن فريق حرس الحدود وابن النادي، وهو كان معانا وراح موسم في نادي طلائع الجيش وراح انبي، والحمد لله قدرنا يعني نقنعه ان هو يجي عندنا، وهو كابتن الفريق وتعاقدنا الحمد لله مع عماد السيد جون كبير وحارس مرمى كبير من له باع في الدوري الممتاز كبير. صحيح. وجبنا احمد عامر اعاره من نادي الجونه، لعيب كويس جدا وكان قبل كده في الاسوان. وجبنا يعني في صدد ان شاء الله باذن الله قريب جدا بنكمل بقى الفريق اللي احنا بنكمله يعني ان شاء الله. صحيح. طموح حرس الحدود الموسم القادم من الدوري المصري الممتاز اللي احنا خلاص يعني على اعتابه، طموح عامل ازاي؟ هل متوقع مثلا في ظل برضو زي ما حضرتك ذكرت في بدايه المكالمه الارقام كبيره جدا، اللعيبه يعني مستوياتها مختلفة، في منهم المتقارب في منهم لا، متخيل حرس الحدود هيعمل ايه الموسم القادم؟ وهل في طموح مثلا للتواجد في المربع الذهبي؟
والله بص يا استاذ شيماء، احنا واقعيين جدا، احنا نادي واقعي جدا. عشان اقول لحضرتك او اوعد الناس اللي احنا نبقى في المربع الذهبي، ده حاجه هيبقى حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا. احنا هنوجد دوافع للعيبه، وهنوجد دوافع للجهاز الفني اللي دايما يكونوا في مركز كويس. ان شاء الله باذن الله نبقى في الدوري الممتاز. ده الاهم في الوقت الحالي، الاهم دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا نعمل فريق كويس يبقى في الدوري الممتاز، ونكون واقعيين جدا مع في ظل الارقام اللي موجوده دلوقتي والامكانيات المتوفره دلوقتي المتاحه واللعيبه الكبيره الارقام اللي بقينا نسمعها. فاحنا ان شاء الله باذن الله احنا هنوجد دوافع للعيبه كويسه اللي احنا نوجد نبقى في مكان كويس في الجدول. صحيح. وان شاء الله نقدم يبقى شكلنا كويس يعني ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق اكيد لحرس الحدود في ظهوره مره اخرى في الدوري المصري الممتاز. سياده العميد علاء السعداني مدير التعاقدات في نادي حرس الحدود، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده من خلال اخبار on time.